فطرت امرأة وطلب مني شرط ألا تخرج من هذه البلاد، كيف يكون ذلك إذا كان عندي منها أولاد فيما بعد؟ أن نكون في بلد أو تكون في بلد وأنا ببلد أخرى؟ المسلمون على شروط، إذا شرط أولياء المرأة عليه مكانا معينا والتزم به فعليه أن يبقى في البلد حتى يرضوا بمغادرته إياه. إذا شرط عليه أن يكون هو زوجته في الرياض أو في المدينة أو في مكة أو في الطائف والتزم بذلك، أو في القاهرة أو في دمشق أو في أي مكان التزم بذلك، فعليه يوفي بالشرط إلا وجود أمر قاهر يقرهما جميعا خوفا على دينهما أو على أنفسهما، هذا عذر شرعي. وأما التساهل بالشروط فلا، المسلمون عند شروطهم. فيقول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. فينبغي المؤمن أن يفي بالشروط ولا يعجل ولا يخالف هذا الشرط، ولا يكون كالمنافقين الذين لا يبالون، بل يلتزم بالشروط ويقف عندها إلا من أمن ضروري لا حيلة له فيه.